جانا حبيبتي خلص حاجتك. بترجاكي تهدي شوي. كيف بدك يعني اهدى يا مازن؟ مازن الله بيعلم امي وين ما كان او شو صاير لها. حاسه حالي صرت يتيمه بدون امي. اول شي بابا راح واختفى وهلا امي راحت. لا امك ما راحت جانا، روقي وفهمي علي شوي، بكره منلاقيها ماشي. وهلا حاجه تبكي، اذا ضليتي عم تبكي هيك رح تخليني ابكي معك، تقبلي هالشي؟ لا خلص تعالي ناكل سوا. مازن انت من الصبح ما اكلتي شي، تعال يلا. مازن الله بيعلم إذا أمي أكلت ولا لا. مازن أمي عندها أدوية لازم تاخدهم على الوقت، لسا مبارح أخدتها على الدكتور. وين بدها تكون يا ترى؟ وين بدي روح دور عليها؟ اسمعيني أنت ليش كتير قلقانة فهميني؟ هي إن شاء الله رح تكون كتير منيحة وبخير، أنا متأكد أنك رح ترجع تشوفيها، رح ترجع تشوفيها. خلصنا لك صدقيني، كل شي تمام اتفقنا وأكيد رح نلاقيها. كرمالي حاج تبكي، يلا كملي أكل. هيك أصلي يا ربي دخيلك. بدي افهم وين اختفت صورتي، وين يا الله؟ شو بدي اعمل هلا؟ وين راحت الصوره تبعي؟ ما عم شوفها، دفعت مصاري كثير وصورتي انا ما عم لاقيها. يا الله وينها؟ وينك؟ لهلا ما لقيتيها كلها صوره، لعم شو غبيه؟ من امبارح المساء عم دور ما لقيتها. انت اكيد وحده مجنونه، صورتي لازم تكون بجريده اليوم وعم دوري بجريده امبارح. غبيه، الحق علي انا اني اخترتك وحطيتك السكرتيره تبعي. ها شايفه كل هالحيطان اللي بالبيت وانت طالعه بتشبهيهم بغبائك هاد؟ يا الله رح تجننيني معك. القبض على عصابه مؤلفه من لصوص ومجرمين. لحظة انت وحده غبيه وما بتفهمي، لامتى بدي ضلني علمك؟ اه ليش لساتك واقفه هيك؟ يلا روحي ودوري لي عصورتي بالجريده، لازم نلاقيها ولا اكيد رح جن من هالقصه اليوم. وين اختفت يعني؟ ليش عم تطلع فيني مثل شي قرد؟ شبك؟ انا عم شوف شو هاي الصوره المنشوره بالجريده يعني. إذا كنتي أنتي ولا واحدة بتشبهك؟ شبك؟ لا تخبي هاي الجريدة ورا ظهرك، صار لي من الصبح عم دور عليها، بدك تعطيني إياها هلأ. مو مهم هلأ، بس في شغلة مهمة تانية وأنا لازم أفهمها. خير؟ أنتي ليش عم تعملي كل هالشي هاد؟ شفتي سوندري؟ هذا الرجال عم تاكله الغيرة من رأسه لرجليه مني، أنا هلأ رح صير مشهورة وهو غيران مني أكيد. بس ما لقيتي غير هالطريقة هي لتنشهري؟ أنا هي طريقتي الخاصة. ايه وانا عم اقول لحالي شو؟ وين اختفت ساعتي الغالية؟ انا رح قلك وين راحت. كيف؟ ايه رح قلك، انا خلاص فهمت كل شي عم يصير. اعطيني الساعة قبل ما اطعك واقفك. طيب وليس انا بدي اسرق لك ساعتك الغالية؟ ما انت بتعرف عندي ساعتي وبحبها كثير. انتي طبعاً أخذتي الساعة، قلك ليش أخذتيها مني؟ حضرتك بتكوني بعتيها ولا عم تصرفي حقها على ملذاتك الشخصية؟ هذا شكله جانن على الأخير وبده يروحني فيها. لا 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 ماني جانن أبداً، أنا صاحي وعاقل وما فيني البلا كمان. بس انتي اللي مو على بعضك. شوفي اقري، شوفي بعيونك شو كاتبين بالجريدة. بعد عني. القبض على عصابة مؤلفة من لصوص ومجرمين، سافيتا دي شموخ. خدي شوفي شوفي. ليكي بالاخير وين طلعوا ناشرين لي صورتي؟
مدام جارتك بدها اياكي. انا ما بدي احكي مع حدا، يلا رجعي. انت مين اللي قالك تردي على التليفون؟ اه انا ما بدي احكي مع حدا. تعالي لهون، طلعي على الحاره وبتدوري على كل بيت وصلتوا هي الجريده وبتاخديها منهم وبترجعي لعندي. يلا روحي دوري روحي، وانا بورجي لهالزلمه تبع الجريده اخذ مني 3000 روبيه وكرمال شو ينشر لي صورتي مع عصابه حراميه. معقول تطلع اخرتي انا بين هدول المجرمين؟ استني شوي، الشاي تبعك مميز، يعني لو بشرب منه دائما انا كنت اشتغلت ضعفين شغلي. وانت كمان يا مدام روحي اشربي شاي وبعدها بشرح لك باقي الشغل. طيبين؟ ايه والله. مو هيك، هاد بتحطيه بهي الجهة. ماشي. هلأ بقيان التنظيف لبعد الغداء، أما هلأ لازم تبلشي بالطبخ. شو بدك يعني أطبخ؟ اليوم رح يجينا ضيوف، لهيك جهزي أكلة حلو والباقي مثل العادة. وصحية مدام، أهم شي لا تنسي وجبة الرز بالبصل. بدكن أطبخ وجبة؟ إيه؟ الضيف اللي جاي بتحب كتير الرز بالبصل. اسمعني مازن. نعم. شبك؟ في مشكلة؟ بصراحة مدام أشنا، أنا الآن شوي مشان حماتي. شبها حماتك؟ هو ما حدا بيعرف إنها تركت البيت. كيف؟ إيه، عملنا كل شي منقدر عليه حتى نلاقيها، بس ما مشي الحال. بلغتوا الشرطة؟ إيه بس ما طلع بإيدهم شي. طيب وجانا؟ منهارك دير. دير بالك عليها مازن. أنا عن جد آسفة كتير، جيت لهون مشان الشغل. الزبونين اللي كانوا على أساس يجوا هالاجتماع اللي كنا عاملينه بالمكتب هلأ عزمونا نروح لعندهم على الغدا سوا. مدام أشنا. لا لا خلص، فهماني عليك، أنا رح زبط كل شي، بس إذا وصلك خبر عن حماتك يا ريت تطمني فورا. طيب شكرا. ايه جانا؟ ايه مازن، عرفت شي خبر عن امي؟ لا لسه حبيبتي، بس انتي اطمني لانه انا على تواصل مع الشرطة على طول. اول ما يلاقوها رح يخبروني فورا. بس يا مازن امي على هالحالة. جانا ليش لساتك خايفة؟ قولي، اذا ما لقيناها اليوم رح ننزل اعلان بالجرايد والتلفزيون كمان. مازن نحن اذا عملنا هيك اكيد اكيد رح نلاقيها. ايه رح نلاقيها، انا واثق من هذا الشي. وثقي فيني جانا، نحن رح نلاقيها. شو ما خلصت الطبخ؟ ايه كله صار جاهز، الرز باللحمه والعدس مع الخضره وخلطه الكاري والرز والبصل. ظريف، رح تطلع على السفره كتير مرتبه. انا بقدر اسالك سؤال؟ ايه. انت ليش بتضلي زعلانه كل الوقت؟ ولاحظت انك ما بتحبي تبتسمي ابدا. الشي اللي بتتمنيه مو بالضروره يكون مكتوب لك بالحياة. بشو شردتي؟ بذكرياتي اللي راحت واللي أخدت لي ضحكتي معه. الضيوف بيوصلوا على التنتين، جاهزي كل شيء إيه؟ ماشي ماشي. كل شيء تمام؟ إيه. ماشي، لكن هلأ جيبي الصحون لعندي. وينهم؟ محطوطين بالخزانة. كارن شكلهم وصلوا. مرحبا. أهلين.
كيفك اشتقت بعد زمان اشتقت لك كثير بعد الزواج ما عاد اجيتي لعنا شو بدنا نعمل كيفك كريم اهلا وسهلا فيكي شرفتي شو بدي ساوي معجوقه كثير بالشغل وما في وقت لشيء انتوا ارتاحوا لجيب الاكل يلا لك شكرا تفضلي جهزتي الصحون ايه منيح لكن جيبيهم انت حاضر شو اخبارك تمام اسنى شوفي هدول شوي تصاميم خلصتهم يا ريت تشوفيهم قبل ما تروحي كثير حلوين هالتصاميم يا ربي أشنا هون بلكي عرفت إني عم اشتغل عند هالجماعة وقتها رح تخبر مازن وجانا عني شو بدي أعمل شو صار معك مدام وين الأكل لهلأ بصراحة وقعت على رجلي وأنا جوا ولا يهمك أنت فوت ارتاحي بغرفتك وأنا اللي رح أخذ لهم الأكل ذوقيلي شغل ايدين خدامتنا الجديدة شكله بيسهي طعمته طيبة بصراحة نحن فجأة طلع بوشنا مبارح جنب الأوتيل مرة اختيارة وكأنه عنده مشاكل ومحتاجة مصاري لهيك جبناها لعنا إذا ما أكلتي الأكل الهندي بإيدك ما رح تحسي بطعمته مزبوط لهيك بدي أغسل المطبخ من هني طيب شكراً أهلين مدام أشنا مازن أنا لقيت لك حماتك كيف؟ وينها؟ أنا جيت اتغدى عن جماعة زباين وشفتها عندهم طلعت عم تشتغل خدامة ببيتهم قوم يلا تعال هون بسرعة أنا جاي لعندك فورا انتظريني عنده لا تتحركي إيه؟ باي لو سمحت يا أخي يلا لحقني مازن من شوي كانت هون ما أنا هون شو وينها؟ دقيقة الست اللي كانت عم تشتغل بالمطبخ وينها؟ بتكون أكيد جوا بغرفتها احكي وين غرفتها؟ بس شو القصة أخي؟ رح جاوبك على أسئلتك بس قلي وين الغرفة؟ تفضل معي هي غرفة الخادمة بس مانا هون مازن صدقني أنا هلأ شفتها عنده يعني مو معقول ما أعرفها منيح لحماتك معك حق حماتي ايه أشنا فهميني شو هذا اللي عم يصير هي مين بتكون بصراحة هي الست بتكون حماته طيب حكيت لكم شي شو هو سبب جيتها لعندكم لا بصراحة نحن ما فتحنا الموضوع معها أبدا حاولت افهم شو قصتها كذا مرة بس كل ما افتح لها السيرة حسها تزعل وتتضايق مني لهيك صرت اتجنب اسألها عن هذا الموضوع طيب لو سمحتوا إذا لقيتوا حماتي أو رجعت لعندكم يا ريت تخبروني رجاء الله بيعلم قديش لسه بدي انطر
بعدله يجي على الوقت. مرحبا سيد درويش. انت وينك لهلا؟ صار لي زمان ناطرك هون. لما طلبتني اجي على بيتك كان لازم اخذ احتياطاتي الامنيه كمان، وغير هيك لما اطلع على هالمكان بتذكر الايام القديمه. جبت كل الادله؟ شبك درويش لتكون مفكرني غبي مثلا؟ انت عرضت علي 20 مليون، 20 مليون لهيك كيف بدك يعني اغلط وازعجك وما اجي لعندك؟ وين الدليل؟ بالاول المصاري، بعدين الدليل. المصاري هنيك بالشنطة. ليش حاططهم هنيك؟ روحوا جيبوا لهم. لك شبكهم مين انتو؟ اتركوني! انتو شو عم تعملوا هون؟ اللي وين الدليل؟ لحظة رح لكم وين الدليل. لحظة رح لك هلأ. الزلمة صار يفهم منيح. اللي بسرعة وين الدليل؟ الدليل موجود بالسي دي ورا التلفزيون. كفي لهون وبس. صرت شايف عالم كتير. ما حدا بيهمه الشخص اللي بيحب غيره من قلبه. إذا الواحد طلب فرصة إنه يصلح غلطه ما حدا بيعطيه، وما بيجي غير العقاب. بايشو، أنا عن جد بحبك من قلبي. قلي لي شو ذنبي؟ أنا ما قدرت أنساكي لهلأ. بقى قلي لي شو ذنبي أنا؟ أنت ليش عم تعاقبيني بإنك عم تضلي بعيدة عني؟ فايشو، يمكن أنا بستاهل عقوبة. شو هالحظ؟ اليوم لا مرتي ولا ابني ولا أي حدا منهم معي أبداً. أهلي كمان تركوني وراحوا من زمان. لك ما ضل لي حدا بهالعالم. أنا لمين لسه بدي أعيش؟ لمين بدي أعيش؟ أنا هلأ ما عاد عندي الرغبة إني أعيش. منشان هيك أحسن لي إذا بقتل حالي. بقتل حالي وبموت. انتي شو عم تعملي هون؟ روحي من هون وخليني ارتاح وموت. شو هاد اللي عم تقوله؟ انت اللي عم تحكي عن الموت؟ شو بدك يعني اعمل؟ ما في حدا بهالعالم قريب مني. فايشو، ما حدا بيفكر فيني او بيهتم بمشاعري. ليش بدي ضل عايش؟ درويش، لك حاسبك ازدان اتركوا من ايدك بقى. فايشالي، انا مستعد اتراجع. إذا أنت مستعدة تسامحيني وتقبلي تعيشي معي مرة تانية، يلا سامحيني أرجوكي. أنا ما بقدر أعيش بدونك أبداً. مو مشكلة، انسي الموضوع، هذا قدري ورح أتقبله. شو بده يصير أسوأ لسه؟ ابننا ما رح ياخد اسم أبوه، وأنت رح تمضي كل حياتك لحالك. بس فايشو، انتي بقرار واحد فيكي تغيري قدرنا كلياته.
ليك درويش، ما فيني أخذ هالقرار بهيك وقت. أنا بدي شوية وقت لحتى أفكر. شوف، أنا ما بعرف إذا كنت حابة إنه يكون عندي زوج بحياتي، بس يعني ابني بحاجة لأب، بده أب يهتم فيه، ولهالسبب هاد أنا رح أفكر بالموضوع. بس أنا بدي شوية وقت. خدي وقتك، خدي كل الوقت اللي بدك إياه، أنا ماني مستعجل، كمان مستعد أنتظرك عمري كلياته. بس فايشو، أنا عندي طلب واحد، أنتي بس أعطيني فرصة واحدة حتى أصلح غلطي. بس قبل ما تاخدي أي قرار، يا ريت تفكري بابننا شوي. ابننا الغالي، أنا اليوم ما صح اللي شوفه أبداً. هو كتير مهضوم. فايشو، نحن مسؤوليتنا إنه نعطي ابننا كل المطالب وكل السعادة كمان. ماشي، بكرة تعال على بيت أمي وأكيد بكرة بعطيك الجواب. شكراً فايشو، الله معك. ممتاز سيد درويش، طلعت كتير شاطر. انت اليوم حولت المستحيل لشي ممكن، قدرت وبكل سهولة تضحك على مرتك، رائع كتير، شي حلو. شكرا اخي، لولا مساعدتك ما كنت قدرت انجح بهالخطة. لو انك ما ساعدتني ما كانت فايشالي اجت لهون، ولا انا كنت مثلت هالمشهد. استنى شوي، مكافأتك. شو هالدرويش، كل هالشغل المهم على هالمكافأة الصغيرة؟ هالقصة ما خلصت بهالطريقة، بعد ما تزوجت فايشالي رح تصير تلعب بملايين الروبيات لعب، وعم تعطيني بس هدول المصاري؟ خود المصاري اللي عم أعطيك ياهن وطلع منهم، وإذا خطر لك إنه بدك تروح تقول لفايشالي كل الحقيقة من أولتها وإنه هي رح تصدقك، فبتكون كتير غلطان. فايشالي مرتي أنا، وأكيد رح تصدقني أكتر منك، فهمت؟ مازن، أيمتى اجيت؟ هي صورة بابا. مازن، هي كانت مع أمي. هذا بيعني إنه ماما رجعت. وين أمي؟ أمي وينها؟ مازن وينها أمي؟ عم أسألك، جاوبني. جانا، وقت أنا وصلت لهنيك أمي كانت رايحة. يعني ما لقيتها؟ القصة إنه أنا عندي زبون، حماتي عم تشتغل عنده خدامة، لحسن الحظ آشنا راحت لهنيك وشافت حماتي واتصلت فيني فورا. مازن، بس ليش أمي عم تشتغل هيك؟ ما بعرف، أنا كمان انزعجت كتير. أنا كان لازم أوصل لهنيك أسرع، أو كان لازم أقول لآشنا إنه تروح إذا حماتي ما شافتها، ما كانت راحت. كل الحق علي أنا، الحق علي أنا، آسف. لا مازن، معلش لا تعتذر مني، انت عملت اللي قدرت عليه. انا واثقه تماما انك رح تلاقي امي بشي محل ورح ترجع لنا. انت لا تاكلي هم بنوب، صدقيني جانا، انا اكيد رح لاقي حماتي. مازن، بس بتعرف انا ما عم اقدر افهم، هي ليش امي طلعت من البيت؟ شكلها آشنا أكيد شافتني وأكيد خبرت مازن. منيح إني هربت من هنيك، لو مازن شافني كان رح ياخدني معه على البيت.
يا الله أنا تلبكت ونسيت أني أخذ صورته معي. شو بدي أعمل هلأ؟ لازم أرجع لأخذ الصورة. لا لا، إذا بروح لهنيك لا ما عاد فيني روح. بس شو بدي أعمل؟ أنا بصعوبة حتى قدرت لاقي بيت أقعد فيه. أكيد بيكون مازن عرف وخبر جانا عن مكاني. يا حرام بيكونوا كتير قلقاني. بتكون حالة جانا صعبة وعم تبكي. أنا لازم أحكي معها. ألو؟ ألو؟ جانو؟ أمي؟ أمي وين؟ وينك هلأ؟ قولي لي أمي طمنيني عنك، وينك أنتي؟ ما بتعرفي قديش مشغول بالي عليكي. أنا منيحة جانو، أنتي كيفك؟ أمي أنا كيف بدي كون بلاكي؟ أمي أنا رح موت من الخوف عليكي، ارجعي. شو صاير معك؟ قولي لي أنتي ليش رحتي وتركتي البيت؟ أنتي عندك ثلاث بنات ومع هيك تركتي البيت وقعدتي مثل اليتيمة عند العالم، ليش أمي؟ أمي بترجاكي قولي لي وينك، وأنا بجيبك فوراً. بنتي بدي إياكي تفهميني، أنا تعبت كتير من مزلات العالم، لهيك أنا تركت البيت. جانو ليكي بنتي، أنتي ديري بالك على الكل، بارشا وباي شالي مازن وساتيش وكله، قولي للكل إنه يرتاحوا ما بقى يأكلوا همي. أنا ما بظن فيني أرجع هلأ جانو. أمي شو بدك تعملي يعني؟ أمي لا تفكري بهي الطريقة، بترجاكي حلفي إنه رح ترجعي. لا جانو أمك مانا ضعيفة هالقد، لا تخافي. فكري إنه أنا بس رحت منشان دور على أبوكي، وأنا متأكدة إني رح لاقيه بشي يوم وأرجع معه. أنا رح سكر، ما عاد فيني أحكي أكتر. أمي اسمعيني شوي. أمي لا. لوين يا مدام؟ لوين رايحة؟ أعطيني المصاري. مصاري؟ إيه مصاري، شو ما عم تسمعي؟ بس أخي أنا ماني حابلي معي مصاري. ليش عم تكذبي؟ أنت مو مبين عليكي أبداً إنه من عيلة فقيرة. عم قلك الحقيقة، ما معي مصاري عن جد. لا تؤاخذني إذا بتريد. طيب روحي. شو مفكرة أنا فاتح المحل الخدمات الاجتماعية؟ روحي. جانا؟ مازن؟ شوفي؟ مازن أمي اتصلت فيني هلأ. كيف؟ أي شو قالت؟ هي بس اتصلت مشان تطمن علي مو أكتر. طيب جانا أنت ما سألتيها هي من وين عم تتصل؟ سألتها مازن بس أمي ما قالت لي شي. أنا كمان سألتها ليش تركت البيت هيك فجأة بدون ما تخبرنا، بس ما حكت شي أبدا. أنا كتير خايفة مازن، ما حدا بيعرف شو صاير معك. لا تخافي، طولي بالك جانا، أعطيني الرقم. هاد هو. ألو حضرتك من وين؟ من وين عم تحكي؟ ايه ماشي شكرا. تعي جانا مدام اشنا. مازن لا تاكلهم، انت روح. ماشي شكرا. بسرعة جانا. مازن باي شو عم تتصل؟ الو اختي جانا قليلي، عرفتي شي عن امي؟ باي شو من شوي اتصلت فيني امي. انا هلأ اجيت على مكتب مازن ونحن الاثنين رايحين ندور عليها. طيب ماشي لك اختي، بعتي لي رساله بالعنوان اللي انتوا رايحين عليه ونحن رح نلحقكم. يمكن هون، يلا اتصلي بالرقم. مازن ليكو عم بيرن. الو اخي، شفت لها المره بشي مكان؟ ايه اجت من شوي على المحل تحكي تليفون. لوين راحت؟ بهداك الاتجاه. هي المرة راحت من دون ما تدفع. لا تتجاوز حدودك. ها هي حماتي، قديش بدك؟ قلي قديش بدك. مازن يلا جانا. شو صار؟ ما لقيناها ولا بمحل.
مازن شو بدنا نعمل؟ لا تخافي حبيبتي جانا، قلت لك انه رح نلاقيها. خلينا نتصل بالشرطة نشوف شو صار. الو، مرحبا سيدي، عم يحكي معك مازن ديشموخ. ايه نفسه مازن اللي قدم شكوى عن مرة مفقودة واسمها سوشنا؟ ايه انا هو بذاته. نحن واقفين هلا قدام محل اسمه غاندي. سيدي الناس اللي هون عم بيقولوا انهم شافوها، دورنا عليها هون بس ما لقيناها. قلن يستعجلوا. انا رح اتصل بالمسؤول عن هذيك المنطقة ورح يبلش يدور فورا. ماشي؟ ايه سيدي، شكرا لك. ليكن جايين. ماشي مازن، خلينا نروح. شارما من جوا، روحي بسرعة، أنا رح شوفها. شو صار لك يا أختي؟ بس يرجع أبوك ويعرف إني رحت وماني بالبيت، أنا متأكدة إنه رح ينزعج كتير. وعديني ما رح تخبري حدا عن اللي صار. ليش عم تبكي هيك؟ جانا أنا عم موت، كل ما بشوفك عم تبكي بحس حالي عم بنحرق. أنا عم بقلك كوني واثقة فيني، لا تبكي. تعرفي قديش سوهام صاير أزعر لما بتحضني بين إيديكي؟ ما عاد عم يبكي بالمرة، وبيضل عم يضحك وعم بيلعب كل الوقت. أمي كانت تقلي هيك مازن. انت بتعرف مازن، لما خلق ابني سوهام كانت امي تضل حاضنته، تحمل لي كل النهار وتنيمه بالليل، وكانت تضل تغني له. هي عملت كل شي حلو ومنيح مشان اولادها واحفادها، ونسيت حالها، عملت كل اللي عليها. بس بالرغم من هالشي ليش صار فيها هيك؟ جانا نحن رح نلاقيها، بس انت اصبري. بابا ليش امي عم تبكي؟ ابني اذا امك تركتك وراحت وبعدت انت رح تبكي، ما كمان ستك تركت امك وراحت. بس ستي مو هي اللي تركت البيت، خالي فينود ومرت خالي هن اللي قلعوها من البيت. ساشو انت شو عم تحكي؟ ايه امي عم قول الحقيقة، هداك اليوم ستي تخانقت خناقة كبيرة مع خالي ومرت خالي، وبعدين هن قلعوها من البيت دغري. انت شو عرفك بهالشي؟ وقت اللي كنت هناك شفت كل شي. اسمعي امي، خالتي فارشا راحت على المحل، بهداك الوقت كنت عم العب، لما خلصت ورجعت
تتذكري لما خليتك توقعي اوراق التامين ووقعتي كان في مع هدول الاوراق ورقه الملكيه وانا خليتك توقعي لهيك صار بالقانون انا مالكه البيت انا اللي بملك هذا البيت مو انتي واذا حابه تضلي ببيتي بدك تعملي كل شيء بقول لك اياه واذا ما عجبك هالشي فيكي تروحي قومي معي أهلا جانو مازن خير جانو شو لقيتوا أمي؟ ولا حرف لا تحكي ولا كلمة أنت ليش عملت هيك؟ قلي احكي ليش هيك عملت؟ كنت طول عمري احترمك وكنت انت القدوة بالنسبة إلي بس هلأ كل شيء انتهى بعد اللي عملته نحن ما نسينا أمي وعم ندور عليها كيف بتقدر تعمل هيك؟ كيف إجا من قلبك؟ لك هي أمك أمك اللي حملتك ببطنة 9 شهور وتعذبت فيك هي اللي علمتك كيف بدك تمشي هي اللي درستك وعطتك القيم المنيحة أمي ضحت بحياتها مشانك وكل حياتك ما بتكفي لحتى تعدن أو حتى تشكرها عليهم وإنت شو عملت لها لأمي؟ قلعتها من البيت أنت كيف؟ كيف بتقدر تعمل هيك عملة؟ معقول ما حسيت بتأنيب الضمير أبداً؟ جاوبني ليش قلعت أمي من البيت؟ جاوبني بسرعة لك... جانا انت شو عم تقولي؟ فهماني الموضوع غلط انا كيف فيني اعمل هيك شيء بحياتي عيب انا ما قلعتها من البيت كم كذبه رح تكذب قديش رح تكذب لسه انت ما بتستاهل يكون اسمك انسان اول شيء عملته قلعت امك من قلب بيتها وهلا عم تنكر غلطك ساشين شاف كل شيء صار ساشين؟ ايه ساشين لما كنت عم تهين حماتي وعم تطلب منها تطلع فورا من البيت الولد كان واقف هو شاف كل شي عملته شافك وقت قلعت امك ساشين؟ هلأ انتو من عقلكم رح تصدقوا ولد؟ يا جماعة هو ولد وبيكون عم يتخيل يمكن هو مجرد ولد بس بيعرف كتير منيح شو الصح وشو الغلط انه تطلع من البيت أو تتقلع من البيت فهذا الولد بيعرف الفرق كتير منيح بين الحالتين وما عاد تقولوا أي كلام مشان بس تغطوا على أفعالكم كل ما كذبتوا علي أكتر عم تخسروا احترامي إلكن أكتر معيب عليك؟ أنا بحياتي ما توقعت هالشي منك أنا وإخواتك كنا دايماً فخورين فيك قدام الناس أنت أخونا الكبير أنت مثلنا الأعلى بس اليوم أثبتت لنا إنه كنا غلطانين أنا اليوم بخجل من حالي إني يكون أخت واحد مثلك شو عملت لك لحتى هيك سويت فيها؟ جاوبني شو نقصت عليك؟ شو الغلط اللي عملته معك لحتى وصلت فيك الوقاحة إنك تقلعها من البيت؟ احكي لك أنت مالك خجلان من الشي اللي عملته؟ مالك خجلان؟ المرأة اللي علمتك تمشي وتحكي ويلي ربتك بقلب هالبيت من دون خجل قلعتها من نص بيتها مرتك اللي قدامك عاملة 1000 خطأ من قبل بس أمك سامحتها كتير بس من شانك أنت وأنت شو كافأت لأمك؟ قلعتها من البيت؟ لك أنت واحد ما بتخجل بنوب إيه مزبوط أنا ما بخجل بنوب أنا ما بستاهل كون ابن أنا قلعت أمي من هالبيت بدون رحمة أنا عملت كل شيء مشان هذا البيت ومشان أمي وأبي بس شو اللي حصلت عليه بالآخر؟ المقارنة دايماً بمازن مازن عمل هيك ومازن عمل هيك مازن بيساوي هيك وهيك وهيك أنا كل ما كنت أحتاج شيء من أمي ما كانت توقف حدي أبداً أمي بعمرها ما اهتمت فيني
أمي كانت طول عمرها تهتم بجانا ومازن. لما كنت بحاجة لها وواقع بمشاكل طلبت من أمي طلب صغير، قلت لها إنه تعطيني وراء هذا البيت. الأهل بيقدموا حياتهم من شان أولادهم، بس أمي ما قبلت إنه تعطيني وراء هذا البيت. بتعرف ليش؟ لأنه هي بحياتها ما وثقت فيني. بالعكس، هي كانت دائماً واقفة بوش طموحي ونجاحي. ولحتى أكون شخص ناجح ومهم بهالحياة اضطريت إني استخدم هالطريقة معها. إيه؟ أمي علمتك تعمل هيك؟ جاوبني. أمي طول عمرها تمنعنا نعمل أي شي غلط، دايماً كانت تعلمنا نعمل الشي الصح. بس أنت ما حدا بيتوقع منك تعمل هيك. إذا أنت مانك متذكر أمي، كيف بدك تتذكر شو علمتك؟ أنت بتعرف حالك شو عملت؟ أنت عاقبت أمك على فشلك. أنت بتعرف شو هو النجاح؟ مين اللي علمك يا أقول؟ مين زرع فيك البذرة لحتى تكون ناجح؟ أمي أنا. الأحلام اللي عم تقاتل مشانها وعم تغلط مشانها، مين اللي زرعها قدام عيونك؟ أمي أنا. تذكر شغلة واحدة فينود، أنت ما بتملك هوية بدون أمي. أنت بدون أمك ما بتسوى شيء أبداً، وهلأ صرت مجرد نكرة. بس سمعناك كتير، هذا البيت ما نو بيت أمك أبداً، هذا البيت ملكي أنا، وما عطيت الإذن إلكن حتى توقفوا بهالبيت وتحكوا شغلات تافهة بلا ما أسمح لكم. جانو، التزمي حدودك أحسن لك. لا تقولي شي، ما بدي أسمع صوتك ولا بدي أحكي معك ولا حتى حرف. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.